إذا عجبكن هيدا الفيديو في غيره لهيدا الفيديو كتير، في منهج الألأس والجي أس كاملاً مع إكسرسايزز على الأوميجا أب. هيدا الأب منا فري، إذا بدكن تعملوا سبسكريبشن تواصلوا معي على هود الكونتاكت ليست وأنا بقلكن كيف تعملوا سبسكريبشن والبايمنت هي عبر الأوامتي. يعطيكن العافية وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، معكن أستاذ شادي حجازي. This video is directed to LS and GS students of grade 12 and we are going to discuss chapter chemical kinetics and this is part 2 of the series. حنرجع نعمل summary للاشياء اللي حكيناهن باللاست فيديو لنقدر نكفي. We suppose انه عندنا هيدا الكيميكال رياكشن نيتروجين غاز مع هيدروجين غاز بيعطيني امونيا. اكيد الامونيا هو البرودكت. اذا نحن معنا جراف بتفرجيني الـ variation for example للـ concentration of ammonia in mole per liter as a function of time، لأنه الأمونيا is a product أكيد حتزيد بمرور الوقت. أوكي؟ إذا أخذنا two points M and N at instance T1 and T2 respectively، أكيد للـ T1 أو على الوقت T1 عندي concentration للأمونيا حسميها concentration للأمونيا 1، على الانستنت T2 حاخد انه عندي concentration للأمونيا 2. كيف بعمل calculation للأفرج ريت بين هود التو انستنس او على هود التو انستنس؟ أفرج ريت هي سرعة الرياكشن بين نقطتين بين تو انستنس اللي معطيني هن T1 and T2. حكينا قبل انه الأفرج ريت للأمونيا هي لانه product هي دلتا concentration على دلتا تي، يعني ال variation لل concentration بالنسبة للوقت. وحكينا إذا أنا الجراف هون عندي number of moles بتصير دلتا N على دلتا تي، وإذا عندي ال هون volume for example بتصير دلتا في على دلتا تي. أوكي؟ واللي هي ال concentration 2 minus concentration 1 على T2 minus T1، وهيك بجيب ال average rate of formation of ammonia product. هيدا الرول مطلوب مني احفظها ومطلوب مني اني طبقها. طيب اذا سألني شو الديفينيشن لل average rate of formation of product، اكيد النقطتين اللي عم جيب فيهم ال average rate بوصلهم ببعضهم بحصل على secant. The average rate of formation of a product over a certain interval of time delta t is equal to the positive slope of the secant drawn to the curve at points of abscissa اللي هن الانستنس T1 and T2. يعني لجيب الـ average rate أو لأعمل definition للـ average rate على الانستنس T1 and T2 باخد الـ two points M and N بوصلهم ببعضهم بحصل على secant. البوزيتيف سلوب لهيدا السيكنت هو الافرج ريت اوف فورميشن لهيدا البرودكت. بينما اذا كان عندي رياكتنت نحن بنحكي عن افرج ريت اوف ديسابيرنس اوف اي رياكتنت. طيب انا عندي الرياكتنت هو هيدروجين غاز، بطبيعه الحال ات تي ايكوال زيرو الكونسنتريشن للهيدروجين غاز حتكون ماكسيموم اللي هي الانيشال كونسنتريشن. As time passes the concentration لل H2 بدها تبلش تقل بمرور الوقت، واخر شيء هون يفرجوني انه وصلت لزيرو. شو ال conclusions اللي انا بقدر استنتجهم من الجراف؟ ال conclusion الاول انه هيدا الكيميكال رياكشن از سلو. ليه هيدا الكيميكال رياكشن از سلو؟ لانه This reaction can be studied as a function of time. قدرت ادرسه بمرور الوقت وقدرت ارسم له graph, so this reaction is slow. الconclusion الثانية انه الهيدروجين ممكن تكون limiting reactant اذا كان الرياكشن mixture non-stoichiometric. ليه؟ لانه الquantity اللي لقلها at هون هي zero. والمادة اللي بتختفي إذا كان عندي chemical reaction non-stoichiometric هي limiting reactant، أو ممكن يكون reaction mixture stoichiometric، so كل reactants حيختفوا. هود اتنين conclusions اللي احنا استنتجناهم، إنه in case of
stoichiometric mixture لأنه ما معي given، بس in case of a stoichiometric mixture الهيدروجين غاز اختفت أكيد، أو إذا كان عندي non-stoichiometric mixture ساعتها الهيدروجين حتكون هي limiting reactant لأنه صارت zero هون. والconclusion الثاني إنه هذا الرياكشن هو slow. طيب كيف بجيب الـ average rate of disappearance of this reactant على الـ instant T1 and T2؟ مثل العادي على الـ T1 باخد هون الـ concentration 1، على الـ T2 باخد الـ concentration 2. بتصير الـ average rate للهيدروجين غاز لأنه هي reactant negative delta concentration على delta T، يعني دايما الـ reactant بحط له negative delta على delta T، delta concentration على delta T أو delta number of moles على delta T، بينما الـ product بحط positive. هون يعني الريليشن صارت هيك، بيكون هودي معي هن values بحطهم بقيمتهم وبجيب الريت. بس بدنا ننتبه لشغلة انه اذا عندي case of disappearance of reactant او case of formation of product الريت is always positive، يعني دايما على طول الريت بده يطلع positive. يعني هيدي الفاليو اللي هون اوكي هيدي هي negative in case of شو؟ in case of reactant. هيدي نيجاتيف واني ضارب بماينس، ساعتها الريت كله شو بده يطلع؟ هيدا الفاليو اللي لقلو بده تطلع بوزيتيف. وهون بصير في misconception عند الطلاب، انه الطلاب بفكروا لانه الريت هي ماينس دلتا concentration على delta T يعني الريت is negative، وهي بالحقيقة لا، الريت is always positive. بس هيدي الفاليو اللي عملت لها highlight in blue هي negative، إذا ضربتها بنيجاتيف هون حأحصل إنه الريت يكون positive. What is the definition of average rate of disappearance of reactant؟ كمان على الـ instant T1 و T2 باخد 2 points M and N بوصلهم ببعضهم بحصل على secant. نيجاتيف سلوب لهيدا السيكنت هو الـ average rate of disappearance of this reactant. So the average rate of consumption of a reactant اللي هو بهيدا الحالة هيدروجين كغاز over a certain interval of time delta T is equal to the negative slope of the secant drawn to the curve at the points M and N of instance T1 and T2. للـ average rate مطلوب مني أعمل calculation بهيدي الطريقة ومطلوب مني أحفظ definition. لتفهم الـ average rate أكتر المفروض تحضر الفيديو 1 اللي عملناه عن الـ chemical kinetics هيدا الـ chapter، لأنه معطي examples كيف نعمل calculation على الـ average rate. بهيدا الـ part من الفيديو حنحكي عن الـ instantaneous rate. rate هي سرعة الرياكشن واللي على طول الفاليو اللي لها حتكون positive. instantaneous rate هي سرعة الرياكشن بانستنت محددة. اوكي إذا أخذنا of formation of product، يعني إذا أنا كان عندي graph بفرجيني variation لل amount of product as a function of time regardless شو هي ال amount، كانوا number of mole concentration volume أو أي شيء، و as a function of time كمان الـ time الـ unit لقاله ما بتهمني، minutes, seconds, hours، كمان days أو أوقات ما بتهمني. المهم كمية الـ product حتبلش تزيد بمرور الوقت. إذا أنا بدي أعرف الـ rate على هيدا الـ instant T بعمل projection هون وبرسم tangent للـ curve at T، يعني هون رسمت tangent لهيدا الـ curve على الـ instant T. الـ positive slope لهيدا التانجنت drawn to the curve هو الـ instantaneous rate of formation of product. يعني إذا أنا أخذت هون 2 points for example A و B، أي random 2 points، وجبت لهم الـ coordinates أوكي، وجبت الـ value للـ slope اللي هي YB minus YA على الـ XB minus الـ XA، ساعتها حتطلع الـ slope equal للـ rate. بس اكيد هودي مش مطلوبين مني اعرفهم، يعني ما مطلوب مني اعمل calculation، سو هو حمحيهم بس انا حطيتهم لفرجيكم انه شو معنات الـ instantaneous rate of formation of product. مطلوب مني بس الـ definition ما مطلوب مني calculation،
يعني الـ definition للـ instantaneous rate of formation of product هي إذا أنا بدي أعرف الـ rate على instant t برسم على الـ instant t على الـ curve tangent الـ positive slope لهيدا الـ tangent drawn to the curve at instant t هي الـ instantaneous rate of formation of product. وبرجع بعدد إنه غير الـ definition هيدا ما مطلوب، يعني نحن بس مطلوب منا definition لل instantaneous rate of formation of product. هلا إذا عندي rate of disappearance of reactant كمان على ال instant t بدي أعرف قدي rate of disappearance of reactant، أكيد بما أنه عندي reactant حيقل بمرور الوقت بقوم أنا برسم tangent على ال curve على ال instant t، هالمرة النيجاتيف سلوب اللي له هو الريت، يعني نيجاتيف سلوب اوف تانجنت درون تو ذا كيرف ات انستنت تي هو الريت. هلا يعني اذا عندي انستنتينيوس ريت اذا فورميشن اوف ا برودكت بيكون الريت هو بوزيتيف سلوب. بوزيتيف سلوب لمين؟ للتانجنت اللي رسمته على الانستنت تي. بينما إذا عندي disappearance of reactant الريت بيكون negative slope. slope لمين؟ للتانجنت اللي رسمته على الكيرف at instant t. أول ملاحظة حنحكي عنها إنه إذا بدي أرسم التانجنت على instant معينة على الكيرف لازم أرسمها من فوق إذا كان product، بينما إذا كان reactant برسمها تحت الكيرف. هي أول ملاحظة. تاني ملاحظة، اتفقنا الـ rate is always positive. rate is always what? positive. so slope هون حيكون positive. positive positive بيطلع الـ rate positive. هون الـ rate كمان is positive. so slope لازم يكون negative لأنه negative مع negative بيعطيني positive. يعني نحنا ليه حطينا هين negative اللي هون؟ لتروح الـ negative تعول slope ويطلع عند الـ rate positive. وAs I said بالinstantaneous rate of formation of product أو of disappearance of reactant بس مطلوب مني definitions. هلأ حنحكي عن الinitial rate of formation of product. الinitial rate of formation of product مثل الinstantaneous rate، بس الinstant بتكون t equal 0. يعني أنا هون عندي product عم يتغير بمرور الوقت، عم بيزيد بمرور الوقت، برسم تانجنت بس على اي انستنت؟ على الانستنت زيرو. وبصير الديفينيشن للانيشال ريت اوف فورميشن اوف برودكت هي البوزيتيف سلوب اوف تانجنت درون تو ذا كيرف بالانستنتينيوس. كنا نقول ات ان انستنت تي، هون بنقول ات ان انستنت تي ايكوال زيرو. شو الاكسبريشن للانيشال ريت اوف فورميشن اوف برودكت؟ ريت للبرودكت ات تي ايكوال زيرو بتساوي دي كونسنتريشن على دي تي. اوكي، هلا اذا كانت instantaneous ما بحط هون t equal 0، اذا كانت initial بحط t equal 0. شو معناتها هيدي؟ انه بتمثل rate للproduct على instant t بتمثل ال variation للconcentration as a function of time. بس لانه ال variation هو كتير صغير، يعني at an instant محددة، منقول d concentration على dt. ما بقول دلتا. دلتا لما يكون عندي instants اتنين بعاد عن بعضهم، يعني T1 and T2 بالأفرج ريت كانوا يكونوا بعاد عن بعضهم، سو كنا نقول دلتا P على دلتا T أو دلتا كونسنتريشن على دلتا T. بس لما بكون عم بحكي عن instant وحدة ما بقول دلتا، بقول DP على دلتا T. أوكي؟ وهيدي مش كتير إنه نقعد نركز عليها ونضيع، يعني نحنا بالإكزامز مش هقعد جيب لكم إنه جيب لي الديريفاتيف للP as a function of time، لا لا، بس هيك هول اللي مكتوبين هون لازم بس هود اللي تعرفون. يعني السؤال كيف بيجي بالامتحان؟ بس as simple as this: define initial rate of formation of product. ما نزود الأمور كتير، بس بيجي definition. so إذا قال لي initial rate of formation of product define it، بقول له positive slope of tangent drawn to the curve at t equal 0. إذا قال لي write the expression بكتب له هي وبس. يعني غير define إنك تكتب هي، وغير إنه write the expression إنك تكتب هي، ما حيسألوك بالofficial exams عن initial rate of formation of product.
هالمرة حنحكي عن الـ initial rate of disappearance of reactant. يعني عندي reactant عم تتغير كميته بمرور الوقت، بدي اكتب الـ definition للـ initial rate of disappearance of reactant. يعني هلأ أنا حاعتبر حالي أني أنا بـ exam وأنه شو لازم أكتب. هلأ بالنسبة للـ initial rate of disappearance of reactant مطلوب مني شغلتين بس، لا أكتر ولا أقل، أني أعرف أنه الـ definition لإلهم، يعني لل initial rate of disappearance of reactant وال expression. خلينا نشوف كيف بدنا نكتب ال definition. هي بتساوي negative slope، negative slope of tangent drawn to the curve at أي instant، بما أنه أنا عم بحكي عن الـ initial at t equal 0. So definition لإلا، بس لظبط هون الآن، definition للـ initial rate of disappearance of reactant هي برسم tangent هون على الـ t equal 0، والـ definition بتكون الـ initial rate of disappearance of reactant هي negative slope لهيدا الـ tangent drawn to the curve at أي instant t equal 0. هيد ديفينيشن بس هالقد بننسأل بالاكزام. اذا طلب مني الاكسبريشن بقول له الريت لهيدا الرياكتنت على تي ايكوال 0 هي نيجاتيف فاريشن للكونسنتريشن لهيدا الرياكتنت بالنسبه للوقت وبس. كمان فيني اقول له ات تي ايكوال شو 0، لانه انا عم بحكي ات تي ايكوال 0. كمان هل هون حيسألني أكتر من إنه يكتب الإكسبريشن؟ لا، يعني بس بكتب له هيدي وهيدي. شو معناتها هيدي؟ إنه معناتها الريت لهيدا الرياكتنت at t equal 0 بتمثل نيجاتيف الفاريشن للكونسنتريشن as a function of time. ومثل العادة لأنه أنا على instant محددة عم بحكي، بدل ما أحط دلتا بحط دي. أوكي؟ أكتر من definition والإكسبريشن ما حيسألونا. خلينا نرجع نعمل summing up لكل شيء أخدناه. أول شيء حنحكي عن formation of product. يعني مثل ما شايفين بهون ثلاثة curves، عندي graphs بفرجوني ال variation of a product as a function of time، وال product عم بتزيد كميته بمرور الوقت. إذا طلب مني to define the average rate of formation of product، أنا بيكون عندي ليكون اسمه average rate بده يكون عندي two instants بدي جبلهم الريت الـ average متوسط الريت بيناتهم بكونوا بعاد عن بعض، حسميهم T1 and T2. على الـ T1 بتكون كمية الـ product هالقد، على الـ T2 بتكون كمية الـ product هالقد. إذا وصلت هود النقطتين ببعض اللي موجودين على الـ curve بحصل على secant. So definition لل average rate of formation of product هي positive slope of secant drawn to the curve at T1 and T2. هيد definition إذا قال لي define بكتب هيك. طب إذا قال لي write the expression of average rate of formation of product، average rate of formation of product هي positive لدلتا ان الفاريشن للنمبر اوف مولز للبرودكت از ا فانكشن اوف تايم. واتفقنا اذا عندي هون كونسنتريشن بتصير دلتا كونسنتريشن، اذا عندي هون فوليوم بتصير دلتا فوليوم اكسترا. بالنسبه للافريج ريت هو الوحيد اللي مطلوب منك ديفينيشن اكسبريشن وكالكوليشن، وتعلمنا كيف نعمل كالكوليشن بخلال الفيديوز اللي مرقوا قبل. يعني انا مطلوب مني ثلاث اشياء: definition، إذا قال لي expression بكتب هي، وإذا قال لي calculation بدي أعمل calculation. بينما إذا عندي طلب مني definition لل instantaneous rate of formation of product، كلمة instantaneous يعني بدي أعرف الريت على instant محددة. على هيدا ال instant برسم على ال curve tangent. ال instantaneous rate of formation of product هي ال positive slope لهيدا ال tangent drawn to the curve at t. هي هي definition إذا طلب مني to define بكتب هي. أما إذا طلب مني الـ expression بقول الـ rate للـ p at t، هي بدل ما أقول delta n على delta t بقول dn للـ product على dt. هل بيطلب مني أعمل calculation هون؟ لا، يعني بس بقول لي write the expression بكتب له هيك. So هون ما بيطلب مني أعمل calculations.
إذا بدنا نجيب الـ initial rate of formation of product نفسه ذاته الـ curve بس على t equal 0 برسم الـ tangent. الـ initial rate of formation of product الـ definition لإله هي positive slope drawn positive slope of tangent drawn to the curve بس على أي instant t equal 0. نفس ذات الـ expression مثل الـ instantaneous بس بحط t equal 0 t equal 0. يعني الـ variation للـ rate أو الـ rate عفوا مش variation الـ rate للـ product على t equal 0 هي الـ variation لكمية الـ product على t equal 0 على delta t. كمان هون ما مطلوب مني أعمل calculation بس بيسألني إنه أعمل definition وأكتب شو الـ expression. خلينا نعمل summing up in case of reactant. أكيد بالسؤال حيكون معي جراف يفرجيني الـ variation لـ number of mole لهيدا الـ reactant as a function of time، ولأنه reactant كميته حتبلش تنقص بمرور الوقت. إذا سألني to define the average rate of disappearance of reactant أكيد بيكون قصده، لأنه عندي average rate أنه عندي two instances بعاد عن بعض بدي أجيب متوسط سرعة الـ chemical reaction بيناتهم. حأخذ هاي الـ instant T1 وهي الـ instant T2 على الكيرف. هي النقطة بتمثل كمية الـ number of mole at T1 وهي بتمثل كمية الـ number of mole at T2، بوصلهم مع بعضهم بحصل على secant. الـ average rate of disappearance of reactant هي negative slope لهيدا الـ secant drawn to the curve at T1 and T2. يعني الفرق بين الـ product اللي كنا نحط له positive slope والرياكتنت انه الرياكتنت بنحط له نيجاتيف سلوب لهيدا السيكنت درون تو ذا كيرف ات تي 1 اند تي 2. اذا طلب مني تو رايت ذا اكسبريشن اوف ذا افريج ريت بقول الافريج ريت للرياكتنت هي بدل ما كنا نقول بلس دلتا ان بالرياكتنت بنقول ماينس دلتا ان. برودكت بلس رياكتنت ماينس ماينس دلتا ان لهيدا الرياكتنت على دلتا تي. أكيد هون حيطلب مني أعمل calculation، يعني هون لازم أعرف أعمل calculation. بينما بال instantaneous rate of disappearance of reactant يعني بدي الريت على instant محدد اللي هي t برسم tangent للكيرف at t، ساعتها ال instantaneous rate of disappearance of reactant بتكون negative slope of tangent drawn to the curve at t، يعني هي negative slope لهيدا التانجنت اللي رسمته at t. وبالتالي لما يكون عندي negative slope حتكون الريت لهيدا الرياكتنت at t هي minus dn لهيدا الرياكتنت على dt. هون مطلوب مني اعرف الديفينيشن اعرف الاكسبريشن بس بلا كالكوليشن، يعني بس بقول لي define بكتب هيك، اذا قال لي write the expression بكتب هيك وبس مش اكتر من هيك. بينما اذا عندي initial rate of disappearance of reactant يعني بدي اقول at t equal 0 قديه الـ initial rate او شو الـ definition او شو الـ expression، برسم tangent at t equal 0 بتكون الـ initial rate of disappearance of reactant الـ definition لألا هي negative slope لهيدا التانجنت اللي رسمته at t equal 0. وبالنسبة للـ expression rate لreactant at t equal 0 هي minus delta n لهيدا الreactant على delta t. So هون بالافرج ريت مطلوب مني ديفينيشن اكسبريشن اعرف اعمل كالكوليشن. بالنسبه لانستانتينيوس ريت مطلوب مني بس ديفينيشن بكتب هيك اكسبريشن بكتب هيك مش اكتر. بالنسبه للانيشال ريت ديفينيشن بكتب هيك اكسبريشن بكتب هيك مش اكتر، ما مطلوب مني كالكوليشن. يعطيكم الف عافيه. فيديو اليوم خلص. اذا عجبكم اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل وبشوفكم فيديو جديد.